حصل موقف ضايقني قوي، ضايقني جدا يعني. احدى الناس المعلمين، المعلمه في قرنا كسواقين تاكسي يعني، المعلم ده اللي بيبقى عنده 3 4 عربيات، ده اللي بيتقال عليه معلم، خدت بالك؟ حد من المعلمين الكبار اللي كان عنده عربيتين تاكسي على عربيتين مش عارف ميكروباص، والدنيا كانت حلوه يعني. لقيته بيتصل بيا بالتليفون وبيقول لي ايه، مش عايز حد ينزل على العربيه؟ قلت له مين يا معلم؟ قال لي انا. ايه اللي حصل؟ امال العربيات راحت فين؟ بعد كده ابتديت اتقص، وبعد كده فهمت ايه اللي حصل. المعلم الكبير للأسف ما بقاش معلم، العربيات دي كلها راحت. طب راحت فين؟ طب ايه اللي حصل؟ اتضح ان هو بيشرب المدعوق ده اللي انتشر اليومين دول، في بتاع كده منتشر اليومين دول، ناس كده بتشرب منه. اخد منه كل حاجة، اخد منه اللي جاي واللي رايح، البيت اتخرب. وانا عايز اسأل سؤال، هو احنا ما بنتعلمش؟ يعني ما بنتعلمش كل الدراما اللي موجودة دي اللي بتحذرنا من الحاجات دي، وبرضو بنروح، برضو بنتعاطى، برضو بنشرب؟ المستقبل بتاعه ضاع. انا حزنت عليه. معلم يا جماعة، معلم عربيات رايحة، ما كانش بيعمل غير انه ينزل يلم الإيراد العربيات. معلم ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي انت استفدته؟ تعمير دماغ ايه اللي انت بتدور عليه؟ ده الجني دلوقتي بيتجاب بالعافية وما بيعملش حاجة، لو ما احنا نضيعه في الكلام الفاضي؟ فين المخ؟ فين الدماغ؟ والله العظيم حرام، حقيقي حزنت عليه. فحبيت اعمل الفيديو ده علشان انبهك، بص ضيع معلمين امال هيعمل فيك انت ايه؟ ابعد يا ابني عن الحاجات دي، الحاجات دي خطرة، الحاجات دي هتضيعك وانت لسه بتبني في مستقبلك. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيفسدوا الشباب والرجاله.